احد اللاعبين المتميزين اللي كان ليهم بصمه كبيره جدا مع النادي الاهلي وظهر بشكل متميز وكان ليه دايما كده خفه دم بتيم معين اتكون في تشكيله معينه جوه الفرقه. اكيد المناسبات اللي زي دي كان ليها اكيد ليها كواليس جوه المعسكر لما يبقى الاهلي داخل معسكر او عند مباراه. كابتن معتز اينو نجم النادي الاهلي، كابتن معتز زيك وكل سنه وانت طيب. حبيبي حماد عامل ايه؟ كنت طيب وانت بصحه وسلامه. كلت ولا لسه؟ كلت ومش قادر اتحرك. حاسس بيك دلوقتي، انا عارف اينو في اللحظات اللي زي دي بيبقى عامل ازاي. والله مش قادر خلاص، بطني اتنفخت خلاص. بس دلوقتي خلاص بقى براحتك. لا دلوقتي باكل براحتي بقى، محدش يقول لي حاجه. الاول لازم فاهم فرمان قول وكابتن حسام بدري واقفين على الميدان. ايوه دلوقتي خلاص بقى عارف ايه، بتاكل براحتك ومش هامك حد. الناس بقى بتتفرج بتقدامك عادي خلاص، غير زمان. زمان كان ايه في الخباثه كده في الهدوء من غير ما حد ياخد باله. دلوقتي اللي كان بيتعمل فيا دلوقتي انا اللي بعمله في اللعيبه بتاعتي. انا دلوقتي اللي باكل براحتي وانا اقول لهم ايه، ما حدش ياكل. بالظبط كده، بالظبط كده. زمان كان بتعيشوا الاحداث دي ازاي والايام دي ازاي يا كابتن اينو؟ يعني يوم زي ده كان ممكن يصادف فيه مباراه او داخل معسكر، والاكل بتاع عيد الربيع او عيد شم نسيم يعني ما ينفعش تقرب منه، مش تاكله، ما ينفعش تشمه اصلا وانت داخل على ماتش. ما كناش بنشوف الحاجات دي في المعسكرات، انت فاهم طبعا. طبعا لعيب الكوره دايما بيجي له اوقات سواء في شم نسيم، عيد صغير، عيد كبير، عيد اضحى، يعني ياما كتير قضينا الاعياد والمناسبات الجميله دي بره بيوت. والناس اكيد دلوقتي كلها عارفه كده ان لعيب الكوره دايما بيمر بالظروف دي، وواجب عليك طبعا عشان بحكم شغلك ان انت لعيب كوره، فيا اما مسافر، يا اما عندك معسكر، يا اما عندك مباراه في افريقيا بره مصر، يعني بالظبط. ياما الواحد عاش اللحظات دي. بس انت خلاص في الاول وفي الاخر ده غصبا عنك، وبتتاقلم بقى على الموضوع، وده اكل عيشك زي ما بيقولوا، فانت لازم تتقنه وخلاص، فتعودنا بقى على الحاجات دي. لكن بعد ما بتبطل بقى فرصة، خلاص انت دلوقتي بتبقى حر بقى، بتعيد وبتعمل كل حاجة. وبعدين الجانب كمان هنا مش بتكلم عليك كلاعب محترف، لا الجانب الأسري، يعني ده بينعكس أيضا كمان على الجانب الأسري وأنت لاعب كرة قدم في النادي الأهلي تحديدا. معذورين والله غصب عنك وغصب عنهم، بس لما بتبطل بقى أو لما بتعتزل خلاص الحياة بالنسبة لك وبالنسبة لهم بتبقى واحدة. يعني مش عايز أتكلم عليك أنت كلاعب بس، لا ده بينعكس أيضا كمان على الأسرة معاك. اكيد طبعا مفيش شك، يمكن هم برضو بيعانوا في حاجات اللي دايما مثلا طبيعي بيكون اي حد موجود معاهم، يعني ده الطبيعي اللي الاب او الزوج دايما بيكون موجود في المناسبات، فجاه لا بيلاقوا اللي انت مش موجود. بس في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك، هي لعبه الكوره لازم زي ضابط الشرطه كده فاهم، اللي انت اوقات غصب عنك ما بتبقاش موجود بحكم الشغل. احنا لعيب الكوره شغله كده بالظبط، او لعيب الكوره زي الضابط، زي عارف الناس اللي بيبقى شغلها بيحكمها اللي انا ممكن غصب عني ما بقاش موجود في البيت. بالظبط. سواء بقى في عيد، سواء في مناسبه، سواء في فرح، سواء في حاجه. لا يعني انا مره صادف عليا ان انا ما كنتش احضر خطوبه اختي. ياه. خطوبه اختي ما كنتش احضرها واستاذنت وحضرت. فيعني شوف بقى لدرجه ايه اختي اللي انا ما عنديش الا هي، انا وحيد انت عارف، وانا ما عنديش الا اخت واحده. بالظبط. فلازم اخوها هو اللي يعني زي ما بيقولوا هو اللي يكون موجود، فانت ده طبيعي وخلاص. لعيب الكوره بيتعود عليه او بيتاقلم عليه، لكن في الاول وفي الاخر انت بتعمل الحاجات دي عن حب، عشان احنا بنحب اصلا المهنه دي وبنحب كره القدم، وطلعنا من صغرنا وهي دي اللي عملت اسامينا، وهي دي اللي يعني عايز اقول لك خلت لعيبه كتيره جدا بقوا كانوا حاجه وبقوا حاجه، فاهم انت قصدي؟ بالظبط فاهمك. لازم انت تتقن شغلك ولازم تحبها، وليه في سنه الحازمه وزي ما بيقولوا دي ضريبه النجاح، عشان تبقى يعني تبقى لعيب كبير واسم كبير ونجم لازم تتغاضى عن بعض الامور عشان تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. اكيد لازم تضحي، يعني زي ما انت بتقول لازم تضحي بحاجات عشان ربنا يعوضك خير بحاجات. ففي الاول وفي الاخر بنقول دي سنه الحياه وده شغلنا، والحمد لله اللي الواحد طلع. يعني انا بحمد ربنا رغم كل الحاجات اللي الواحد كان بيشوفها دي او اوقات بيتحرك منها، لكن كره القدم دي ستظل هي العشق للواحد. طيب انا فاكر ايامها كده ونسترجع الذكريات شويه، ايام مستر مانويل كان في فرقه كده جوه الفرقه، يعني فرقه كابتن اينو، كابتن احمد حسن، كابتن العصابه. انا مش عايز اقول العصابه، انا بقول الفرقه. المناسبات اللي زي دي يعني مثلا شم النسيم او مثلا العيد الكبير او العيد الصغير، في اكل في التوقيتات ديت بيبقى صعب، لكن الفرقه او المجموعه اللي انت وصفتها او اللي انت قلتها ديت، يعني عشتوا ازاي الايام دي؟ وهل كنتوا بتبقى في امور في الكواليس الناس مش شايفاها ممكن تتقال دلوقتي؟
بص هقول لك على حاجه، انا دلوقتي بقى ممكن اتكلم براحتي بعد ما اخلص. ايوه. لكن الحاجات دي ما كانتش ينفع تتقال زمان وقتها. وقتها طبعا. انا هقول لك على حاجه، فاكر ماتش نهائي الافريقي الكاميروني هنا كسبنا 2-1 هنا 2-0 او 2-0 او اوائل جوم على ما جاب جون بدماغهم كورنر بالظبط او فاول، مش فاهم مش متذكر قوي الماتش ده. احنا كنا لغايه الساعه 2 بالليل سهرانين كبده وسجق وعاشور جايب لنا فطير، وكنا مش عايز اقول لك عاملين ايه في المعسكر. يا نهار ابيض. نص اللعيبه كانت مش قادر اقول لك، ونزلنا ربنا كرم. بس ساعتها كنا فرقه، ساعتها كان في النجوم في الفرقه، وكان في عارف بره الملعب حاجه، واول ما بتنزل الملعب حاجه ثانيه خالص. في تركيز ساعه الشغل، في تركيز، عارف واجباتك ايه، وعارف امتى تهزر وامتى تضحك وامتى، يعني عارف كل حاجه بتدي حقها. صح. غير اللي كان فيه حب، كان فيه لعيبه كبيره بتلم الموضوع على طول اول باول. لما كنا بنتعادل بس ماتش كنت تحس الدنيا يعني القيامه قامت. فالوضع غير الوضع دلوقتي خالص، فاهم؟ لدرجه احنا كنا بنوصل علينا ايام من كتر الثقه اللي احنا فيها الحمد لله، بس ده بالجهد والعرق تيجي من فراغ. لا بعد سنين، بعد سنين شغل بطولات. انت بتوصل لمرحله اللي انت خلاص نازل بنسبه 90-95% انت بتبقى نازل كسبان. انت احنا كلاعيبه احساس من جوه، انت مثلا كل فرقه بتيجي بتقاتل قدام النادي الاهلي وبتقتل وبتلعب وعايزه تموت نفسها وعايزه تعمل نتيجه، لكن انت في الاول وفي الاخر معلش لما يبقى مع احترام كل النجوم اللي موجوده، لكن لما يبقى انا بلعب مثلا اينو وحسام عاشور قدامي بركات ابو تريكه متعب فلاس، انت في اي وقت انت كده كده عارف هتجيب جون هتجيب جون، فاهم يا محمد؟ وصلت تمام. فانت خلاص بتبقى واثق اللعيبه اللي جنبك واللعيبه اللي وراك، وائل جمعه واحمد السيد وشادي والنحاس، شفت اقول لك سيد معوض ولا جيرسيرتو، باك رايت احمد صديق، احمد فتحي، احمد عادل، انت بتتكلم يعني عمالقه، يعني جيل مش هيتكرر. فانت خلاص بتبقى واصل ان انت مهما كان بتنزل وبتتعب وبتجتهد لكن هتكسب هتكسب، فاهم انت؟ والحمد لله ده كان الناس كلها كانت شايفه الفتره دي بتاعت الجيل ده كنا عاملين ازاي والبطولات كانت عامله ازاي والحمد لله كان ربنا بيكرم عشان كان في حب وكان في جهد وكان في عرق بيتبذل، رغم ان النجوم دي كلها كل واحد فرقه اسمه ده بفرقه، لكن مع ذلك ما كانش فيه هزار قوي، ما كانش فيه ضحك، ما الشغل شغل والهزار هزار بعد التمرين، لكن اثناء التمرين ما فيش. كان في جهاز محترم من سرمان والجوزيه، كابتن حسام، كابتن علاء ميوب، كابتن عماد، كل الناس اللي مسكتنا عارفين امتى بنهزر وامتى بنسيب وامتى بنرخي. خلاص بقى انت وصلت لوقت من مرحله النضوج الاحترافيه. خلاص بقى انت خلاص عارف دورك ايه وشغلك ايه، حتى زي ما بقول لك كده احنا عارفين بناكل بالليل في المعسكر مره ولا بتاع، لكن خلاص انت عارف امتى هتنام امتى وهتنزل امتى وهتلعب. بس كبده كبده وسجق. والله ونزلنا كسبنا القطن ورحنا كسبنا هناك جون الكابتن احمد حسن وشادي 2-2 كسبنا وخدنا بطوله افريقيا والدنيا كانت جميله والدنيا حلوه يا ريت الايام دي يا رب. الايام دي الواحد اللي اشتغل او اللي كان قريب من فريق الكوره في الفتره دي هيحس بالكلام ده، لان الواحد انت يا محمد كنت معانا ده، انا كنت من اجمل يعني انت كنت في ال 18 على طول. كانت من اجمل ايام وسنين الشغل الواحد اشتغلها في المجال ده بصراحه الفتره الزمنيه دي، الواحد كان قريب من اسامي ولاعيبه ونجوم، مش بتكلم على مستوى الكوره والله بجد يا اينو، لا كمان على المستوى الاجتماعي والانساني حاجه فوق الوصف، وكان خفه دم كمان غير طبيعيه. انت كنت بتبقى معانا في الطياره محمد، وكنت معانا في الاوتوبيس، وكنت معانا في كل حته، انت كنت بتشوف حاله اللعيبه مع بعض عامله ازاي والهزار والضحك ودايما انت بتقول القصه مش قصه كوره بس، لا القصه بره الكوره كمان، التعامل مع بعض ازاي والحب ازاي، لا كان الموضوع مختلف. وبص اي حته او اي مكان بتشتغل طالما في حب وفي انتماء وفي مصداقيه صح، لازم ربنا يكرم يا رب. لازم ربنا يكرم. انت الكوره دي بالذات لعبه ممكن لو ربنا مش رايد ممكن تيجي على خط الجون وما بتخشش. مظبوط مظبوط، بتبقى نوايا، لكن الناس دي كانت ربنا بيكرمها او الجيل ده كان ربنا، والله انا مش بتكلم كده والناس عارفه انا بتكلم بمصداقيه، مش بتكلم كده عشان انا اينو او عشان انا موجود في الوقت ده، لكن فعلا احنا كلنا بنشوف وكلنا ياما يعني مرينا بالمواقف دي. الكوره ممكن بتبقى على خط الجون يا محمد وما بتخشش، بتبقى النيه مستلكه، او في ناس يعني مش عايز اقول حقد بس يعني عارف في بقى بتبقى ناس بتبقى من جوه مش بيضة قوي، لكن طول ما في نيه خير وطول ما في بياض من جوه. انا بقول لك انا كنت انا اوقات بقعد احتياطي وحسام عاشور اللي بيلعب واحنا في مركز واحد، لكن احنا الاثنين في اوضه واحده. بس بقول لك ايه انتوا ما سبتوهوش ساعتها، انتوا طلعتوا عليه لقب المسمار. بقول لك ايه، حسام غالي بطل، اينو بطل، ما
محمد شوقي بطل، انيس بوجلبانس رجع بلده تونس، حسن مصطفى بطل، والوحيد اللي بيلعب حسام عاشور. بقول لك اينو عندنا 7 ماتشات في الدوري، عايزين ناخد الدوري. لا لا ان شاء الله. انا بقى هو عاشور عارف احنا قصه اوبا وقصه، عارف طبعا، بس انا قلت افكرك بس بالكلمه دي. وهو كان لسه بيكلمني على فكره من كام يوم. طب قال لك ببارك له عشان خلف. تمام. عاشور ابن حلال انسان جميل جدا والله، انسان النظيفة، انسان جميل، الناس المحترمه، من الناس اللي بتحب النادي الاهلي جدا جدا جدا، ومن الناس اللي هي بص مهما كان هو عارف طريقه ايه وشغله ايه، وعارف يعني عارف عاشور من الناس فعلا المحترمه اللي بتحب ناديها، عشان كده ربنا بيكرمه، ربنا يكرمه ويكرمك يا عينه. دايما كده بسعد وانت معايا وبستعيد معاك الذكريات الجميلة، وكل سنة وانت طيب، وداخلين على أيام كمان جميلة، رمضان إن شاء الله والعيد كلها مناسبات سعيدة يا إينو إن شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق يا محمد، أنت إنسان محترم، ربنا يخليك يا رب. طيب، وإحنا ياما عشرنا بعض في السفريات والمعسكرات، وإنت كنت أقرب واحد لينا وكنت بتشوف الناس دي بتتعامل إزاي. بتمنى لك كل التوفيق، بتمنى لقناتنا الكبيرة وبيتنا كل التوفيق، وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين لكل القائمين بالعمل فيها. و112 سنة يا إينو، و112 سنة كمان. كل سنة وكل الناس بخير، والشعب المصري جميعا بخير، وبتمنى التوفيق طبعا للأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرمه في المباراة الجاية إن شاء الله. حبيبي يا دولي، تسلم لك يا كابتن إينو، ودايما كده في سعادة، وكل التوفيق لك يا رب في مرحلة قطاع الناشئين، نشوفك كده مدرب كبير يا رب الفترة الجاية، زي ما كنت قائد كده ولعيب كبير في خط الوسط إن شاء الله.